أم شاية؟ أنا أخص بيش هنا يا أنيس تنطقى غرسنا يا أخي أحقا برتو حش تاتي حدا يشي جمون هذا يما نمد هنا بركه سنة اسنان النيل حتى هزم والله بركه الا قات حدا ما تادي مثل كيني فويده من الدن الا قات حدا مثل ايدان سن واستفيس مثل غزمون سن كلي نخطي وسن مزج مجنا ديش فين تشري في داكي مي تفضل تفغى لا ما يجي لانجاش استوي الكناي شوفوا خياتي الصعوبات اللي راح اللي نلقاهم كي نروحوا نلقطوا الزيتون السلام عليكم مرحبا بكم زول فلاون واش راكم ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وان شاء الله تلقاكم لا فيديو كامل بخير زول فلا كنت تي حدايا مرحبا بيك كنت لا شاني ومرحبا وك لا فيديو ان شاء الله كنت داجف فارجم سما تاغار الحصون سوا لا ناتوات سينا سكني ان شاء الله كنت داجف كما قلت لكم خياتي تبع الفيديو للاخير ما تنسونيش بارك باللايك لدعم القناه وثاني كي تابونا اللي مازال ما اشتركش في القناه ان شاء الله ما راحش يندم وبالنسبه للفيديو تاع اليوم خياتي راح يكون في الغابه برك ان شاء الله راح يعجبكم راح نوري لكم بعض المناظر هنايا في القريه تاعنا بيان سور هاد الغابه قريبه للقريه تاعنا كي ندنا في حدايا ازغار كيني نغ سميس الغابة كيني غون راح كيني ليلى النار وكلي ليلى وكل جدود النار تمرتنا وكل حصون تدرتنا ماشي حاجه هكا ثقوا ما تروح ذا غروس ذاكي سوا سوا نبض اوان دان القضاء زمور حتى تاكي تزمور هنا انا القضاء زمور كما قلت لكم خياتي هاد الغابة قريبة للقرية تاعنا تاع جدادنا تاع عمامنا تاع القرية هادي صافي ما كاش زعما حاجة باش تخافي كي تروحي رحنا وحدنا انا ويما واختي وخويا ولد اختي زعما ما داش معنا ني راجل اختي ني بابا مي نورمال قعدنا وحدنا نورمال ما كاش اي واحد يديرونجيك ولا ما تخافي والو ليسونسييل وهنا يا خياتي كي لحقنا ديراكتومون قعدنا باش على خاطر هاد العام ما كاش بزاف الزيتون صافي شغل رابيدمون نكملوه باش نكملوه رابيدمون هاد اليوم في هاد البلاصه ديراكتومون كي لحقنا قعدنا باش نلقطو في الزيتون هنا يا خياتي كيما تشوفو لبست لافيست هادي على خاطر كاين شويه برد سورتو شغل هاد البلاصه حابطه شويه صافي كان بروده يا كنت ناتي حدايا ما كان كي شغل يصب شطوح ما كنتش شغل
تدرت الناس الثلاجة يا وسام وانا بان كان اجي صب وسال صافي ذا سميض الطزام ما تروح ما تلقاش حاجة سورتو ما يجي صب شو ام كان يصب انت جوي تريد يسو سميض تريد يكو دي انذا وكلي تريد يكو دي الطزام تام كيو كلي حاصل واني تروح نوزمو هذي زارة ببراي ام كثي عو كل حالة ايه هي في حذاي كنت جاد عن شطح لا فيديو بعد على غور كنت ان شاء الله كما قلت لكم خياتي راح نخليكم شويه مع الفيديو هنا راني نحي في الفاكهه هذه الحبات هذه ما نعرفش كيفاش يسموها بالعربيه ليسونسييل بالقبيليه نسموها زعرور حبه هكا صغيره لا كولور تاعها روج ما نعرفش كيفاش يسموها بالعربيه وتانيك راح نحي الفاكهه تانيك شلمون حنايا نسموها بالقبيليه شلمون نورمالمون بالعربيه الريحان ان شاء الله راح يعجبكم راح تفكروا شويه الطفوله اما لا راح نخليكم مع الفيديو ومن بعد نولي ليكم يا بابا سيش كديز اسك سليم اسمع راسه جزار هاي كلها وهنا يا حياتي كيما تشوفوا والله العظيم عيطت عليه قلت له ما تنحيش الصباط تاعك يا راح تمرض صرت الكراجم راح يكون عند الكراجم
قلت له عيطت عليه شحال من خطرة، قلت له ما تنحش الصباط تاعك، مي هو ما سمعنيش، الله غالب. لكن كنت ندير في حدا يوظف عمري في لاس ناس تكسيس باني خطا سون كساس بيان سور كساس كسا لا كام كي ناس تكسيس باني كتهت كثير ولا ما اكثر غيمي ملي نتا ولا شدي سراره استولمت الشمي زاني ذا كنت ولمت توس دي ناس باني استوا قلا انت لي دون توال دون كان لا كيت لي ما قلت ما نروح صبا كي نو كنت تشينا غزاني وانا قانا سي غزر طريحه انت جورت أردنا كنت تروحو وما نوكلي سيثاد دارت ما ذوساني كيما شفتو خياتي هذاك الماء ولا هذاك الواد ما على باليش كيفاش نسموه هذاك ليسونسيال هذاك الماء يجي من عند قريتنا من الفوق وهنا يا خياتي كيما تشوفو هذه هي هذا هو الفطور تاعنا اليومي كي نروحو كي نروحو نلقطو الزيتون على خاطر لقيت تعليقات في الفيديو السابق وندرنا شويه هكا زعما لي بروشات مخمو كل بروشات ني زعما لانتيات حدا عين قانتي ما تشكيني نخدم هكا هكا اي بزاف بليك ما تشكيني نخدم مي في دام وا ثاني باش نروحو غثا ديجا شحال تيكا روبا فروان نتاوي نتاوي كي كي في الفلو كلي ادوا كي تقني الماكله لنا فوالا كما قلت لكم خياتي هذا هو الفطور اللي نديه كل يوم كي نروحو باش نلقطو زيتون ماشي كيما البارح ديجا قلت في الفيديو تاع البارح بلي هذا الفطور سبيسيال شويه ماشي هكا كل خطره فوالا تحلي اسولم ثقرا من بود المندل المندل الساعه الكو ذو الطب يكو زمول اكش طح الياوت اكش طح نشكتشوكا اغروم تشينا كي نسدي انسدياس نضرب لي كاكاو كو يخدم القبيل ما راح نطلقو نزمور تي لحقت اختي ليلى وجابت معها هذه السله تاع الحليب جابت فيها الفناجن وتانيك الحليب والكسوله هذه باش نطيبوا فيها الحليب شوفوا خياتي عاودنا شعلنا النار هذيك مي هذه النار بيان سور قليله وتانيك خفيفه باش نسخنوا برك الحليب هذا المهم خياتي تانيك هذا الحليب عجبنا بالبزاف كي شربناه برا كي شربناه في الغابه سورتو كي جات اختي ليلى مع راجلها وتاني مع فؤاد فوالا خياتي راح نخليكم شويه تشوفوا الفيديو ان شاء الله راح يعجبكم هي في حدايا كنت جا شطحك والله فيديو غتولي مثلك ليا شنو نخدم من عند كيف كيف ما كي نخدمو كل القهوه دي فوالا ان شاء الله كنت يعجب شوف راكم تدينا على انت افثم ساقيني اضلي لا فيديو ني قال لي قرد اغذن الله يروحي يروحي ولا نيجيريش يروحي احقر با يروحي يستني مساكين وسينات قبيزيت والله هذا راح يروح صبح قاعد ياخذون 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 ميسي سيدافا فانيك يا يلس نحش مضغ انك مي ياخذون يسميس انك ياخذون دوني تروحون كي قضا زعما تكاو كل داين تروحوا كل تمسني تصغي منك ياخذني انك مي وقيني يريجيس قارون وانا فوق في سباين والله العظيم يروح يجمو خيو يوفيك لكن قارون اكنت جاعت احنا يشطح قول الله فيديو الله هي يريش تولد وقيد يريش مين كان يضلي يروح يجمو خيو اكنت جاعت احنا يشطح قول الله فيديو غتولي متوكاش نخدم ان شاء الله كنت دياجف